شهلي يا بت. طيب طيب. ايه يا حاج؟ حبست الواد يا ابو جليله؟ استريحتي؟ لم نفسك يا اسماعيل، واد مين اللي حبسته؟ ابنك بيتاجر في الاثار يا حبه عيني. احي يبقى الواد كده راح في ابو بلاش. واحنا مش عارفين هو ممسوك في ايه لحد دلوقتي، اثار ايه؟ جريه عين امك، انت هتداري على ابوه ليه؟ لا يا بنتي ما تداريش عني حاجه عشان اعرف اساعد الواد. ما ترد يا اختي. اتمسك هو وحسن ومعاهم تمثال رايحين يبيعوه. خبر اسود، الواد راح في ابو بلاش. ما تخافش يا عم اسماعيل، المحامي معاه وبيقولوا ان هم هيحققوا معاه وهياخدوا التمثال، وكده كده هيخرجوه عشان التمثال مش مسروق من المتحف. حد بعت له اكل ولا حاجه؟ ايوه يا اخوي، زكريا وزيتونه راحوا لهم وخدوا لهم اكل. هو لمونة ده ساعة ما ظهر في حياتنا والواد باص. وهو زيتونه بس؟ ده حسن وزكريا وزيتونه، دول عصابه يابا. الواد مع محامي؟ ايوه معاه، وهيخرج ان شاء الله بعد النيابه. ربنا يرجعك من غربتك بالسلامه يا عبادي وديالي.